السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناة شيوخ الميمة. اليوم ان شاء الله غنقدم لكم واحد الوردة صابلي تجي الشكل ديالو زوين بزاف. المقادير اللي غنحتاج 125 غرام ديال الزبدة، 100 غرام ديال السكر الخشن، عندي معلقة كبيرة ديال الكاكاو، البيضة والدقيق حسب الخليط. الزبدة خصكم درجة على درجة حرارة المطبخ باش تجينا ساهلة في الخدمة. فناخدو إناء فاش غنخدمو، نضع فيه الزبدة، نضيف عليه السكر، ندمج هاد العناصر مع بعضهم مزيان، هانتوما كيما كتلاحظو معايا تغسلو على خليط بحال هاد الشكل. غنضيف البيضة، من بعدها الكاكاو، نخلط ونضيف الدقيق شوية بشوية حتى تجمع ليا الخليط. نضيف مازال الدقيق، هاهي العجين بعد ما تجمعات لينا وضعتها هنايا في ورق ديال الزبدة أو ورق سوفيريتي، غنسرحها العجين ديال الصابلي سرحناها. تناخدو هاد المدلك هذا على هاد الشكل، راه موجود في المحلات التجارية. عندكم أي نوع من المدلك فيه شي يعني شي ديكور أو لا شي زواق تقدرو تستعملو. غنستعمل هاد المقطع هذا، هانتوما الشكل اللي تنحصلو عليه. غنوضعو في اللاطا اللي غدخل في الفرن. اللاطا ما نحتاج انني ندهنها بالزيت، الحق الزيت اللي في العجين ديال الصابلي كافي. صافي ندير نفس العملية حتى نكمل.
بعد ما تنتهي تندخل صابلي الفران يطيب بطبيعه الحال. الفران خصو يكون صغور، تشعلو ليه من التحت كيتحمر غير شي شويه، ما تنخليوش تيفوت في الطياب لحقاش غيعطينا المروريه، غيطيب لينا صابلي وغيعطينا المذاق ديال المروريه. نطلق ان شاء الله من بعد ما يطيب لينا صابلي. دابا غنمرو باش نحضرو الحشوه اللي غتكون بقلب ديال الصابلي. المكونات اللي غنحتاج ليهم يعني كاس ديال جوز الهند، يعني كاس ديال جوز الهند مطحون ضروري طحنوه، كاس ونصف ديال القشطه الطريه، نصف كاس ديال السكر الخشن او السكر حبيبات اي سنيده، عندي معلقه كبيره ديال القشور ديال البرتقال معسلين، الا مكانش متوفرين عندكم تقدروا تستغنوا عليهم. عندي هنايا دوك الشحيمات اللي تتباعوا في الزنقه يعني في المحلة التجاريه، قطعتهم على هذا الشكل هذا تيعطيونا منظر ومذاق، حتى المذاق ديالهم زوين. ونحتاج 3 معالق كبار ديال الكليكوز. ناخذوا كاسونه نضيفوا فيها السكر الخشن، تنضيفوا عليه القشطه الطريه ونضيف عليه 3 معالق كبار ديال الكليكوز. تنسرد يدي بالماء باش تنهز الكليكوز اللي انا باغا بكل سهوله. حسن ما ديروا المعلقه يلصق لكم في المعلقه بالشكل هذا. نضيف شويه مزال نضعنا شمعان كبار ديال الكليكوز. نوضع هذا الخليط هذا فوق النار، النار تكون مهيله، تنخليه حتى كيتقال لينا. الخليط ديالنا زولته من فوق النار باقي سخون، هنا وضعت لكم باش تشوفوا كيفاش كيكون من بعد ما تيبرد. هانتوما يا بحال هذا الشكل، خصكم تحصلوا على خليط بحال هذا الشكل. من بعد كدفعوا عليه جوز الهند، انا غنضيفوا عليه دابا ونوضعوا فوق النار لمده 5 دقائق ورا تنخلط فوق النار. نردو دابا فوق النار ونكمل التحراك. بعد ما تنخليو الكوب ديالنا في كاسونه 5 دقائق فوق النار، تنحيدوه وتنضيفو عليه القشور ديال البرتقال ودوك الشحيمات اللي قطعنا، تنوضعو في ورق سوفريزي ودخلتو الثلاجة كيبرد. هانتو معايا الخليط دابا معايا، الا جبت من الثلاجة قاطع شوية، نسرحو بالمدلك هي العجين ديال الكوك. سرحناها كما تلاحظوا معنا بالسكر، هي هي هذا الشكل. وصابلي ديالنا طاب، من بعد ما طاب كيفاش تيكون الشكل ديالو. عندي هنايا بابيون حضرتها في الشكلاط ابيض، ونستعمل عندي هنا لاباج وكليكو صفت عليهم نكهة ديال البرتقال. تناخدو المقطع اللي قطعنا به صابلي وليت نستعملو، ها هو صابلي ديالنا في الشكل ديالو النهائي. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تكون الاعجاب ديالكم، الا عجبكم الفيديو عملوا لايك، بارطاجيو الفيديو مع العائله ديالكم الاصدقاء، ولا اللقاء مع وصفه جديده.